قبل فترة مريت أحد المتاجر المعروفة عندنا في السعودية بعد ما شفت تغريدة لواحد من الشباب، ما نعرف للأمانة إلى الآن من هو. المهم أنه أجهزة الإكس بوكس غير موجودة في هذا المتجر، ففعلا لما انتجهت على هناك الأجهزة فعلا ما هي موجودة. بإيميل رسمي بيقول فيه أنه مايكروسوفت قررت توقف مبيعات الإكس بوكس عندنا في السعودية. مجرد ما نزلت التغريدة هذه مع الصورة انتشرت زي النار في الهشيم يا جماعة الخير، لدرجة توم وارن تواصل معايا بيسأل عن الموضوع. عشان تفهم الموضوع هذا كيف صار أصلا كذا وليش وصلنا لهذه المرحلة في سوقنا السعودي، لازم تفهم القصة من بدايتها. بس حاب أذكركم يا جماعة الخير قبل لا نبدأ، أنا أحمد الكيادي من في جي فوري، وإذا عجبك زي هذا المحتوى ستزبطني بالاشتراك، إذا ما كنت مشترك اللايك النشر، وإذا ما أنت عارف إيش تعلق صلي على النبي يا سيدي، وخلينا نبدأ. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. القصة بدأت يا جماعة الخير أول شيء من تغريدة من أحد الإعلاميين، أنا ماني حاب أذكر اسمه لأنه ما استعذنت صراحة أني أحط اسمه، وفي نفس الوقت ما نبغى نزيد المشاكل بعد ما شفنا يعني في نوعية من الناس موجودين في تويتر حنتكلم عنهم بعدين، هذولا للأمانة تعدوا الفجورة في الخصومة حرفيا. ما علينا، التغريدة بيقول فيها هذا الإعلامي أنه بكل بساطة أنه وصلوا بطريقته الخاصة أنه مايكروسوفت بلغت المتاجر الكبيرة في السعودية أنها حتوقف بيع أجهزة الإكس بوكس في السعودية، حتى الموزعين الصغار ما راح يقدرون يحصلون على الجهاز. حاول طبعا يطلع بتصريح رسمي من عندهم لكن للأسف رفضوا، ولو على كلامه أنه المعلومة هذه خاطئة كان قدروا ينفونوا بكل بساطة جماعة مايكروسوفت. طبعا مجرد ما نزلت التغريده هذه قبلها كمان نزلت تغريده في نفس صلب الموضوع خلينا نقول، لكن هذه التغريده كان صداها عالي. ليش؟ لانه على طول في ناس اخذوا التغريده هذه ترجموها بترجمه غلط، وكمان وصلوها لواحد من المعروفين في مجال تغطيه الاكس بوكس بشكل عام اللي هو جيز كوردن. طبعا جيز كوردن بيكتب في موقع ويندوز سنترال، وطبعا راح بنفسه سال احد الأشخاص المسؤولين عن الريتيل، وراح سأل أحد المسؤولين عن مبيعات الإكس بوكس أو أجهزة الإكس بوكس بشكل عام، حط لكم المقالة حتشوفونها قدامكم. وطبعا أكدت هذه المسؤولة أنه أجهزة الإكس بوكس بشكل عام ما راح يسحبوها عندنا في الشرق الأوسط، وخصوصا كمان عندنا في السعودية، ودللت كمان على وجود المنتجات الخاصة فيهم بما فيه حتى الكلاود، وما الكلاود رغم أنه مو موجود عندنا بس على العموم حطته، وذكرت بعد كذا رابط أو لينك بتقدر تعرف فيه نوعية الدعم الموجود عندكم في الشرق الأوسط أو في السعودية أو في الدولة اللي أنت فيها. وهذه ركزوا عليه لأنه حناخد شوية وقت فيها، لأنه صدمة فين؟ أصدمة في هذه النقطة بالتحديد. طبعا مجرد ما تدخل أنت على الرابط وبتشوف الدعم خذ الصدمة اللي حتشوفها قدامك. ما في يا جماعة الخير أي دولة عربية بتبيع الإكس بوكس بشكل رسمي حرفيا إلا دولتين فقط على حسب موقع الإكس بوكس، اللي عند السعودية والإمارات. باقي الدول تخيلوا العربية، مع أنه في يمكن كذا دولة عربية موجودة زي مثلا عندنا العراق، زي مثلا عندنا سوريا، لبنان، هذه كلها دول ما هي موجودة، اليمن لا ننسى، بقية الدول كلها عبارة عن دعم لبعض الإكسسوارات اللي موجودة عندهم في إكس بوكس، زي مثلا عندنا بطايق الجيم باس، الاشتراكات، وبعض الألعاب سواء كانت على البي سي أو الإكس بوكس متفاوتة. خشوا بنفسكم على الموقع وشوفوا بنفسكم نوعية الدعم. وهذا بيخلينا نسأل سؤال جدا كبير قبل أن نخوض بتفاصيل الموضوع في سوقنا السعودي، إنه كيف بقية الدول طيب بيجيبوا الأجهزة؟ على حسب ما سألت، لأنه إحنا سوينا بث تقريبا قبل أسبوع أو قبل فترة، أغلب الشباب كانوا بيقولوا لي من الدول العربية اللي حولنا إنه بيأخذون الأجهزة من الدول المجاورة لهم، سواء كان مثلا من تركيا أو ممكن حتى من سوقنا السعودي أو حتى ممكن من الإماراتي، هم هذول اللي بيوردوا لباقي المناطق عندنا. فمعناته قدام مايكروسوفت، تخيلوا قدام مايكروسوفت ما في إلا دولتين حرفيا اللي قاعدين يبيعون أجهزة الإكس بوكس، اللي هي عندنا الإمارات والسعودية. بقية الدول بيأخذون الأجهزة من دول مجاورة لهم، وما في أي اهتمام فيهم من ناحية أنه يوفروا الأجهزة بشكل رسمي. وهذا بيخلينا أختم بسؤال في هذه النقطة بالتحديد، أنه دام أنكم أنتوا يلي في تويتر ما شاء الله تبارك الله يعني ربي منعم عليكم بقوة، وتقولوا انكم انتم مؤثرين ومهتمين مجال الاكس بوكس والى اخره، طيب كان رحت سألت ليش ما بيوفروا الاجهزة في الدول هذه؟ حتى الاردن ترى ما فيها. طب ليش ما رحت وسألت ليش ما يوفروا متاجر، ليه ما يوفروا الاجهزة بشكل رسمي، بدل مو انه تكذبون الناس موجودين اصلا في السوق السعودي عارفين ايش اللي قاعد يصير. يعني بديكم مثال يا جماعة الخير، من قوة الصدمة
انه المقالة اللي نازلة ما لها علاقة باي تغريدة وباي كلام عن وضع سوقنا السعودي بالتحديد. توم وارن رد حتى على التغريدة او على المقالة هذه وقال انا ماني ملاحظ اي علاقة ما بين المقالة اللي نازلة والكلام اللي قاعد يدار في تويتر. المقالة اللي نازلة انه ما راح يسحبوا على المنطقة بشكل كامل، بينما التغريدات تتكلم عن وقف مبيعات جهاز الاكس بوكس بالتحديد، لانه لا ننسى في عندنا اكسسوارات ثانيه وفي عندنا كمان اجهزه موجوده اوريدي اصلا في السوق. بعد فتره فعلا اعتذر جيز كوردن، عدل على المقاله وقال انا فهمت الموضوع الان، بعد ما للاسف وصلته الترجمه كمان غلط. يعني فوق انه انتم هاجمتوا الناس وسويتوا مشاكل مع الناس، برضو كمان وصلتوا الموضوع بشكل خاطئ. خلينا اوضح لكم ايش اللي ساير عشان يعني زي ما تقولوا نرتب الامور بعيد عن اللخبطه اللي صارت في الاسبوعين الاخيره. الموضوع يا جماعة الخير بكل بساطة، هذا المتجر الكبير واضح انه الاجهزة تم سحبها من على الرفوف، حلو؟ نتكلم نحن عن متجر واحد اللي هو الكبير، وتحول موضوع المبيعات الى انك انت تطلبه اونلاين ويوصلك بعد كذا الجهاز لو طلبته طبعا اونلاين، هو وكذا متجر كمان ثاني. بقية المتاجر اللي تعتبر اصغر، هذه اللي عنده اكس بوكس عنده، واللي موجود في السوق موجود، حتى هذولك نفس الشيء. لكن حسب المقالة اللي منزلها جيز كوردن بعد التعديل، وضح انه فعلا في تباطؤ في عمليه انتاج اجهزه الاكس بوكس، خصوصا انه في خط انتاج جديد حاليا واللي هي اجهزه الاكس بوكس الجديده، الجالكسي وما الجالكسي والى اخره. فبالتالي الموضوع ده حيأثر على العالم ككل، لانه التركيز كله حيكون على امريكا وسوق امريكا، بالذات انه قاعد يوافق اللي هو موسم الاعياد عندهم، كريسمس وهالوين والى اخره من التهاويل حقتهم. كلكم انتم عارفين انا ايش اللي قاعد اتكلم عنه. فبالتالي طبيعي بيكون في عندك تهدئه الريتم، مع العلم انه في كلام طالع حسب استقصاء البسيط انه الظاهر في اجهزه هم شالوها من عندنا ودوها هناك على اساس كمان يصرفوها، لانه لها فتره، او هذا اللي انفهم لها فتره عندنا حرفيا ما هي قاعده تنباع. واعتقد نوعا ما هذا الموضوع نقدر ناخذ منه دليل بسيط كاثبات، خلينا نقول انه فعلا عندنا الاجهزه اللي كانت على الارفف زي اللي شفنا اغلب الشباب بدوا يلاحظوها في بعض المتاجر بدت تختفي وتحول البيع الى أونلاين. وهذا اندل دل بكل بساطة انه فعلا في اجهزة شالوها من هنا لهناك. وهذه برجعنا لمقالة قد كتبها قبل كذا توم وارن، اللي بالمناسبة وريتكم انا انه تواصل معاي وقاعد يسألني على الايميل اللي بيثبت فيه انه فعلا المتجر هذا وصلوا ايميل من مايكروسوفت، لانه مجرد ما الموضوع هذا انا نزلته في كتغريدة ترى كل العالم صاروا يتكلموا فيه، بالذات عند الاجانب. ليش؟ لانه الكل مهتم بتوجهات مايكروسوفت اللي للأسف يعني كل 3 شهور لهم قرارات ولهم كلام جديد مختلف، وحنتكلم عن ذا الموضوع شوية. فالشاهد في الموضوع انه المقالة اللي نزلها توم وارن اللي يكتب في موقع The Verge ومن الشخصيات الإعلامية البارزة والمعروفة في منصة X، انه في خطة او في نية لمايكروسوفت بانها تقلل تواجدها في بعض الاسواق، حتى الاوروبي ترى بيعاني نفس الشيء، وبيركزوا اكثر على موضوع بيع الاكسسوارات بعيد عن موضوع الاجهزة. بعضكم حيتسأل طيب ليش؟ طيب هذا الموضوع عشان انا اقدر اجاوب عليه حجاوبك على شقين. الشق الاول، اكس بوكس الان في الوضع الحالي في عندهم اجهزه جديده، وانتم تعرفونه بشكل رسمي انه الاجهزه الجديده هذه ما راح تتوفر عندنا في السعوديه وفي الامارات وكذا دوله كمان ذكروها في موقعهم بشكل رسمي، تمام؟ تمام. طيب اذا الاجهزه هذه ما بتتوفر ترى ما راح يعطوك من الاجهزه القديمه، لانه خلاص صار في خط انتاج لاجهزه جديده بالاحجام الجديده اللي هم حطوها له، والجالكسي والاجهزه الثانيه حط لكم برضه كمان مقطع حتشوفونه قدامكم عشان تفهمون الفكره. هذه الاجهزه ما راح توصلك، فمعناته يا دول يلي ما راح توصلكم هذه الأجهزة، اللي موجود عندكم في مخزونكم صرفوا، قدرتوا تصرفوا كان بها، وبعد كذا الله بالخير إلين ما عاد الجيل القادم، أو إذا كان في قرارات جديدة في الفترة القادمة بأنهم بينزلون أجهزة ثانية عندنا، أو ممكن بعد فترة بينزلوا الله أعلم. بس في الوقت الحالي لا حتوصلك الأجهزة الجديدة، والأجهزة القديمة شالوها من عندك، واللي حيطلب أونلاين هيكون متواجد في بعض المتاجر، وغير طبعا المتاجر الصغيره اللي اصلا اوريدي موجود عندهم اجهزه الاكس بوكس اللي لها سنين ما باعت حرفيا يعني. وبعض الكلام اللي انا قريته وقعدت بحبش يعني شويه انه بعض الاجهزه موجوده ترى من سنه 2020 والى الان ما باعت، يعني بنتكلم فوق 4 سنين الاجهزه مكدسه عندهم. المتاجر الكبيره قاعده تعاني، المتاجر الصغيره بتتورط حرفيا. لما قعدت اسال وادور واكتشفت فعلا انه الجهاز هذا يعتبر من اصعب الاجهزه انك انت تبيعه او تصرفه بشكل عام في سوقنا المحلي او السعودي. احنا بنتكلم يا جماعة الخير عن اجهزة رسمية، يعني بعض الشباب لاحظ ردودهم جدا سطحية وغريبة في نفسهم، يقول لك شوف الاجهزة مليانة عند، طيب مليانة لانه من سوق سودا في الغالب، انت جايبه بشكل رسمي. وبتتساءل الحين طب ايش الفرق بين الرسمي وايش الفرق بين اللي مو رسمي؟
الرسمي يا حبيبي انت ماخذه من نفس الشركه، واذا اخذته من نفس الشركه اسلوب نظامي معناته انا كذا محمي، سواء كان بضمان سواء كان بعيوب الجهاز بالمشاكل اللي فيه، وطبعا غير تواجدهم عندك في المنطقه ودعمهم لك بشكل عام. وهذا الموضوع كبير يعني ممكن نتكلم عنه احنا بمقطع كامل عن ايش الفرق بين الشركه تكون متواجده بشكل رسمي، وانك انت ترجعنا لقبل تقريبا 20 سنه لما كنا ناخذ الالعاب على شكل كوبي والاجهزه مقرصنه والى اخره. يعني في السعوديه احنا تعدينا المرحله هذه بسنين يا جماعه الخير، يمكن حتى ضوئيه وصلنا لمراحل يعني مختلفه. كاس العالم لسه قبل فتره مخلص عندنا. فالشاهد في الموضوع انه يفرق انه شركه تكون تتواجد معك بشكل رسمي، وانه احد ما قاعد يجيب الاجهزه دي ويبيعها بضمان خاص فيه ومستعد ويتحمل تكاليف الامور هذه كلها، او حتى ممكن يرفع القب من لحظه خروجك من الباب، بالذات لما نتكلم عن المحلات الصغيره. تاخذ الجهاز تطلع من الباب، انا مالي شغل فيك، انا جربته قدامك تمام الله معاك. وبعض المحلات الكبيره ممكن هم يتحملون ضمان الجهاز ده لانه عندهم مثلا قسم صيانه، فهم يتحملون تكلفه الاصلاحات والى اخره، لكن ما هو رسمي من جماعه اكس بوكس. وطبعا انا ارجع اكرر سؤالي للمره المليون، ليش ما اشوف الناس تتكلم في هذا الموضوع قد ما انهم مهتمين في اسواق او في سوق اصلا هم ما لهم صلاح فيه؟ وانا ماني فاهم فين اللي زعل في الموضوع انا لما اقول الكلام بهذه الطريقه. يعني في النهايه انا ما اقدر الوم اهلنا مثلا في العراق انه ليه ما يبيعون الاجهزه بشكل نظامي والشركه ليه مو موجوده عندهم، بينما هم عارفين بينهم وبين نفسهم انه في عندهم مشاكل يمكن حتى اهم واكبر من موضوع انه اكس بوكس يكون متوفر اصلا في السوق. احنا عندنا الموضوع اخذ وقت طويل جدا عشان نوصل للمرحله اللي احنا في الوقت الحالي، من ضمنها البنيه التحتيه واللي من ضمنها الانترنت، سرعه الانترنت، وغير انك انت تخلي الارض خصبه عندك لتواجد الشركات عندك، من ضمنها حقوق الملكيه والفكريه وغير الفسح والمنع والتصنيف واشياء كثير عشان تضمن الشركه هذه تبيع بشكل رسمي عندك، بعيد عن انه ممكن اي احد ينتهك حقوقها داخل البلد. موضوع كبير ما اشوف احد يتكلم فيه من الشباب اللي اشوفه ما شاء الله تبارك الله كل جوهم وكل امكانياتهم يسخرونها في نقد الميديا السعوديه. يعني قبل فتره كول اوف ديوتي تم حجبها عندنا في الكويت، شفتوا احد تكلم من الميديا السعوديه او فتى او قال والله مثلا بسبب انه كذا وكذا وكذا والمفترض انه ما يسوون كذا؟ لا، في النهايه هذا شان داخلي، على قولتهم اهل مكه ادرى بشعابه، فهم دارين ايش اللي قاعد يصير فيها. فلو ما شفتوا احد تكلم فللاسف انا قلتها في البث وارجع اقولها، بعض الميديا عندنا ماشيين على حسب الكود، الكود لو وصلوا للعبة قبل الناس زيه زي أي ميديا خلاص عفى الله عما سلف، الكود ما وصلوا لا هنا عارف انه حيطربق الدنيا حيسوي مشاكل وحيقول لك ليش هذه اللعبة يفسحوها، واحنا عارفين كلنا بيننا وبين نفسنا انه الموضوع موضوع اكواد، ما هو همهم انه سوقهم يتطور او يتحسن اسوة بالاسواق الناجحة زي عندنا السعودي او الاماراتي. ولا ننسى كمان انه القوة الشرائية بسبب طبعا الوضع الاقتصادي والمادي بشكل عام سواء كان للمواطنين أو المقيمين. طيب نيجي الحين للنقطة المهمة واللي البعض يمكن يستحي وما يبي يتكلم فيها، واللي هو ليش وصلنا لهذه المرحلة. أنا اشتغلت مع جماعة إكس بوكس تقريبا خلينا نقول في سنة 2015 أو لا في سنة 2016 إلى سنة 2017، ويعتبر تقريبا كان في عزهم. الملاحظ أنه حتى وهم كان في عزهم جماعة الخير كان في تخبطات واضحة. يعني الشخص اللي كان ماسك إكس بوكس يعطي الصحة والعافية الأستاذ محمد حباب، يعني شهادتي فيه مجروحة، اشتغلت معه سواء كان كميديا أو اشتغلت معه سواء كان موظف. يا جماعة الخير آدمي بذل الغالي والنفيس حرفيا لدرجة أنه، وهذا الكلام هو ما قال لي أنت قوله لا حرفيا، بس أنا بقول لكم اللي ساير، الآدمي كان ماسك مليون شغلة، حتى لما جابوا موظف يساعده برضو مشوه بعد فترة لأنه بكل بساطة حججهم كان بموضوع ميزانية، هذا اللي أنا فهمته للأمانة، وبيقللوا التكاليف بشكل عام. هذا وتخيلوا في عز الشغل وفي عز الكرف، فأنت جايب شخص ماسك حرفيا إكس بوكس السعودية وإكس بوكس الخليج والعالم كله، وغير طبعا الشغل الثاني اللي أنت مشغله، يعني هو كبي آر، هو كشخص مسؤول عن الجهاز وتسويق الجهاز و مليون شغل على راسه، مقارنة بالشركات الثانية المتواجدة عندنا في السوق اللي صار عندهم فرق ممكن تحصلهم 10 أشخاص، شخص مسؤول على العلاقات واشخاص ثانيين مسؤولين على التخليص الجمركي ومدريوه. المهم انه بتحصل عندك موظفين بخبرات مختلفة في اهتمامهم مثلا في الديجيتال ماركتينج اللي هو التسويق الرقمي وغير التسويق اللي على ارض الواقع والتعاون مع مثلا المحلات واشياء مرة كثير تحتاج فيها عدد الموظفين. هذا الشيء ما كان موجود ترى في تيم الاكس بوكس، لدرجة انه بعضكم انا ما اعرف ليش قاعد يغفل النقطة هذه. انا لما كنت شغال معهم ترى ما كنت شغال باسم مايكروسوفت دايركت، بقدمه انه هم متعاقدين مع شركة تخصصها أصلاً تسويق
الجهاز. يعني هم جايبين مسوقين، اتعاقدت هذه الشركة متخصصة في التسويق مع اكس بوكس، فبالتالي انا وغيري من الشباب كانوا متوزعين على اكثر من محل من المتاجر المعروفة في السعودية بيسوقون للجهاز. هذا بيدل على انه الجهاز ما كان وضعه ممتاز مقارنة بالبلايستيشن مثلا، اللي كان ما في اصلا احد بيسوق وبيبيع وماشي اموره، ما في مسوقين، ما في ريتيل، ما في شخص بيوقف وبيقول تعال شوف ترى ذا الجهاز فيه ذي الميزات، ما في. الجهاز بيبيع، الناس بتيجي بتاخذ، مع انه احنا كنا في الواجهه وبتشوف الاكس بوكس اول شيء، الى انه لا، بلايستيشن في الخلف وبيبيع اكثر منك، وهذا وانت واقف وبتسوق للجهاز. فبالتالي هذا بيثبت لك انه الجهاز كان فيه مشكله تسويقيه من هذيك الفتره الى وقتنا الحالي بسبب عدم الاهتمام بالمنطقه عندنا. وان كان جينا للحق، يمكن القوه اللي كانت ممشي الجهاز في هذاك الوقت والى يمكن سنوات قريبه في الفتره الاخيره، وحقول لكم ليش، لانه بكل بساطه عندنا فيفا، تعاون اكس بوكس مع اي اي، الاحتكار اللي سووه للايكون، وقديش كان الموضوع ترندي عندنا في اليوتيوب، لعبه فيفا والايكون واليوتيوبر بشكل عام، هذا كله كان حصري موجود على اجهزه الاكس بوكس، وضيفوا عليها طبعا لعبه فورزا. وبعدها طبعا بدت تبان ميزات الاكس بوكس، السيرفرات وميزه السيرفرات وكيف انه يحطك مع ناس بنفس امكانياتك وقوتك، هذه خاصه بس بالاكس بوكس، ما لها علاقه ترى حتى باللعبه. يعني هذا بعض النقاط اللي احنا كنا حتى نسوق عليها في ذاك الوقت، غير طبعا موضوع الاستقرار في السيرفر، غير طبعا موضوع فكرة الجولد، وانك انت تشترك وتجيك لعبتين مجانية سواء كانت من الجهاز الجيل الجديد في وقت الاكس بوكس 1، او كمان لعبتين بتجيك من الالعاب القديمة اللي نازلة بخدمة الاكس بوكس باكورد كومباتيبيليتي. وكل الامور هذه يا جماعة الخير ساعدت في انه الجهاز في هذيك الفترة اللي يشتري بيسمع من خويه وش الميزات اللي موجودة فيه. لكن من ذيك الفترة واحنا بنسمع انه الجهاز ما فيه عرب كثير لو انتم فاكرين، وما بالك بالوقت الحالي. طيب ايش اللي صار بعد هذيك الفتره؟ بكل بساطه بدت بعد كده تركز بشكل كبير جماعه مايكروسوفت على نقطه انه الالعاب الحصريه تنزل على الجيم باس، بعد ما تحول من جولد صار لجيم باس، وبدوا يغيرون في موضوع الاشتراكات. كان جميل الى الان لانه كان حصري وموجود على اجهزه الاكس بوكس، وطلع في السبنسر بعظمه لسانه وقال ما راح ننزل العاب الاكس بوكس على اجهزه البي سي من ناحيه الحصريات، وللاسف خالف كلامه وشفنا الألعاب نزلت على أجهزة البي سي بخدمة كمان الجيم باس. فإذا أنت الآن ضربت أهم وأقوى نقطة كانت تميز جهاز الإكس بوكس واللي هي الحصريات، هذه بتميز الكونسول مو بس جهاز الإكس بوكس. فنزلت الحصريات على أجهزة البي سي برضو كمان مع الجيم باس، فصار في عندك ذحين جمهور جديد إنه بدل ما أخذ الإكس بوكس أنا أخذ البي سي ولحقه ببلاي ستيشن أو نينتندو سويتش مثلا، وكذا يكون أنا ضمنت كل الألعاب بتكون معايا. وضيفوا كمان عندكم اللي هي نقطة تغيير المتجر، وهذه نقطة حساسة. أنا عارف يمكن أغلب الناس ما عنده الجرأة يتكلم فيها، لكن أنا ما عندي مشكلة أتكلم فيها، وإنك أنت تقدر تغير متجرك سواء كان تحطه أمريكي اللي تبغاه المهم، وتحافظ كمان على اللغة. يعني هذا واحدة من الأشياء اللي كانت مميزة للأمانة في جهاز الإكس بوكس. المشكلة فين؟ المشكلة إنه صار فيها استغلال سواء كانوا من اللاعبين أو سواء كان من بعض المتاجر، إنهم صاروا يجيبون اشتراكات رخيصة أو ألعاب رخيصة وبيروجوها او بيشترونها بشكل عام، وطبعا هذا مع الوقت على اللونج تيرم على قولتهم بيبين ضعف سوقك المحلي بشكل عام حق مشروع لك، لانه هذه ميزه موجوده في الاكس بوكس. لكن ما نقدر نغفل انه هذه النقطه كانت احد الاشياء اللي بتاثر على وضع الاكس بوكس وسوقنا المحلي والقوه الشرائيه بشكل عام. نجي كمان لنقطه مهمه ثانيه واللي هي في وجهه نظري القشه اللي قسمت ظهر البعير، الاستحواذ على اكتيفيجن. استحواذهم على اكتيفيجن وبليزرد بمبلغ تقريبا ماني عارف 70 مليار دولار ما خانتني الذاكره، المبالغ الكبيره دي انا ضيع فيها، بيجبرك اليوم انه انت لازم تاخذ عده ردات فعل عنيفه عشان تقدر تعوض المبلغ الكبير الضخم هذا اللي انت خسرته، خصوصا انه اي احد اكس بوكساوي بتساله بيقول لك اهل الف مبروك علينا الاستحواذ هذا، لانه بكل بساطه حيرفع من مبيعات الاكس بوكس لانه بيصير احتكار. وفعلا بناء على هذه النقطه بدت موضوع المحاكمه اللي اعتقد الى فتره قريبه واضح انه لسه ما خلصت وفي مناحله في موضوع المحاكمه ذي والاستحواذ. بس الفكره انه العالم كلها بدت تؤمن الان انه العاب اكتيفيجن وبليزرد بتتحول للاكس بوكس بشكل حصري، فبالتالي حترفع مبيعات الاكس بوكس. وهذا بيخليك تسال سؤال بريء سالته انا من زمان واللي هو بس انت جهازك مو بايع كويس اصلا في السوق،
قد إيش راح ترفع مبيعاتك وقد إيش راح تقدر تتحمل الخسارة ذي. اللي لو جينا نشوف أكتيفيجن وبليزرد ألعابهم ما بتنزل على منصة واحدة، بتنزل على الإكس بوكس، على البلاي ستيشن، بتنزل على البي سي، بتنزل على سويتش وكل الأجهزة حرفية اللي موجودة في السوق، وعلى أكثر من منصة وأكثر من متجر بيبيع الألعاب زي ستيم، ستيمو إلى آخره. هذا كله ترى بيطلع لهم بفلوس. ففكرة أنك أنت تحتكر ألعابهم فقط على جهازك اللي أصلاً بيعاني من سنين ولا أنت قادر تمشي صح، حتى في سوقك الأمريكي يعتبر أقوى سوق المفترض لك، ما حتكون حركة ذكية وعبقرية. وبالضبط هذا اللي صار. مايكروسوفت بدأت تتحكم بنفسها في هذا الموضوع، وشفنا الموضوع بدأ يخرج من يد فيل سبنسر، ولاحظنا بعد فترة أنه بدأوا يجربون ألعاب حصرية على أجهزة ثانية زي ما شفنا الأربع حصريات اللي نزلت قبل فترة على البلايستيشن، من ضمنها لعبة هاي فاي رش وغيرها زي سي اوف ثيف وإلى آخره. فهذا دلالة على أنهم بدأوا يغيرون من أسلوبهم، وفعلا بدأت تتغير طريقة تسويقهم. نو إكس بوكس نو بروبلم، نو كونسول نو بروبلم، أهم شيء أنه عندك جهاز ذكي تحمل عليه الجيم باس، هو ذا المهم، لأنه تقدر بعد كذا تحمل ألعاب اللي تبغاها من متجرنا بشكل عام. بتحول جديد ورقمي للمستقبل، أنهم يتحولوا إلى طرف ثالث ويكونوا من أكبر الناشرين في العالم. وهذا طبعا بيوجب عليك أنك أنك تودع شيء اسمه حصريات مع ألف سلامة في توجهك الجديد. وهذه كلها ما هي إلا طرق لتعويض خسائرهم اللي خسروها في هذه الصفقة الكبيرة اللي عبارة عن لقمة نشبت حرفيا ترى حلوقهم. ومن هذا المبدأ حرفيا أنا بدأت أتكلم في القناة عن توقعي للمستقبل بناء على الشيء اللي احنا متعودين عليه أصلا في بزنس أو في عالم الألعاب بشكل عام، اللي للأسف لا زال البعض مؤمن أنه أجهزة الكونسول لازم تنقرض، وعلى باله أنه لو انقرض حيستمر الموضوع زي ما احنا متعودين عليه، مدارين أنه أصلا الدخل اللي بيجي للشركات أغلبها بالذات لما نتكلم عن ثلاثة شركات المعروفة إكس بوكس بلاي ستيشن نينتندو بسبب ألعابهم الحصرية هي اللي ماشية أموره. مو الدليل شوفوا نينتندو سويتش كيف ماشية أموره، ولا لو تبغونها بالبي سي فقط شفنا مبيعات لعبة سايلنت هيل الفترة الأخيرة كيف حجمها على البي سي مقارنة بالبلايستيشن اللي تقريبا فاق 70% من المبيعات. فإن دلدل على فرق الثقافات، فرق حتى في القوة الشرائية بين الكونسول والبي سي اللي ما أعتقد أنها حتنتهي لا قريب ولا حتى بعيد. بشكل عام جماعة الخير، وضع الإكس بوكس جدا ضبابي وغير واضح ومتقلب، مع تغير طبعا سياساتهم اللي كل 3 شهور بنلاحظهم يتغيروا. شفنا الشيء هذا صار وتكرر يا جماعة الخير في الفترات الأخيرة، وللأسف خسروا فيها ثقة جمهور الإكس بوكس خصوصا اللي يمتلك الكونسول. أستغرب للأمانة أنه ملاك الكونسول بالذات ما حد مهتم بصوتهم ولا بكلامهم ولا بأراءهم ومقترحاتهم، مع أنهم هم سر نجاح علامة الإكس بوكس من أيام ما كان اشتراكات الإكس بوكس 360 تحتاج تدفع فلوس عشان تلعب أونلاين، وكان من أنجح الأجهزة. الناس تدور على الكواليتي والجودة والأمان اللي كان يقدمها الإكس بوكس، وللأسف خسرها كلها في الفترة الأخيرة. المستقبل كيف حيكون للإكس بوكس ما أعرف صراحة، بس كتوقع بدأت أشك أنه في جيل قادم ممكن جهاز محمول. أنا أحمد الكادم في جي 4A، أكون مقطع قريب ثاني، ومع السلامة.